بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد معايا. هنرجع تاني نتكلم في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه اخر مرة، اللي هو عن الدماغين، our two heads. احنا فعلا عندنا دماغين، الدماغ العاطفي والدماغ المعرفي. الدماغ العاطفي بيكون غير واعي ومستقل ومتصل بالجسم مباشرة ومهتم بالبقاء، بالحفاظ على الجسم. الدماغ المعرفي بيكون واعي وعقلاني ومستقل برضو، ولكن بيكون متصل بالعالم الخارجي. دماغين الاتنين بيستقبلوا نفس المعلومة في نفس الوقت، والدماغين لما بيتعاونوا مع بعض بيكون الإنسان سعيد في حياته، وعنده راحة بال، وعنده peace of mind. والدماغين لما بيتصارعوا على السيطرة على السلوك والمشاعر بتاعة الإنسان وعلى التصرفات، بيكون الإنسان متوتر وبيكون ما بيقدرش يتخذ قرار بشكل صحيح، وبيكون دايما متردد، وبيكون عايش في تعاسة لأن بيبقى فيه جواه صراع داخلي. نقدر نسقط الموضوع ده برضو حتى على شخصين أو على زوجين، لما بيكون في بينهم وسيلة من وسائل التفاهم بيبقى فيه برضو انسجام، والناس بتحس بالوفاء، وأحيانا كمان الموضوع بيتطور إن الناس بتتصور إن هم شكل بعض يعني، وبالعكس صحيح. بيبقى الزواج لما بيكونش فيه تفاهم وما بيكونش فيه اتفاق، ولما بيكون فيه دايما صراع على السيطرة ما بين الرجل والست، بيبقى الجواز تعيس، وبيبقى حتى لو مستمر بيبقى مجرد شكل اجتماعي وخلاص. دي حكاية الدماغين اللي احنا كنا بنقول عليها. بالنسبة لشخص واحد طبعا الاحسن ان الدماغين يتفقوا مع بعض جوه الشخص الواحد اولا، كمان علشان ده بيخلي البني ادم دايما فعلا واثق من قراراته، وبيخلي الانسان دايما عنده راحة بال وعنده سكينة وطمأنينة وعنده سلام مع نفسه وسلام مع الاخرين كمان. وطبعا ده بيمس بشكل مباشر موضوع التنمية البشرية اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا لازم نحاول نوجد التفاهم ما بين عقلنا المعرفي وعقلنا العاطفي. أتمنى أن يكون إعادة الكلام بالنسبة لكم مفيدة وسهلة عليكم، علشان بعد كده ندخل في ليفلز أعلى من موضوع الدماغين ده والحياة العاطفية والحياة النفسية اللي هي أصلا بتكون قايمة على التفاهم ما بين الدماغين. أشكركم وألقاكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا. السلام عليكم.